بقى في التدريس. هل يمكن ان نقضي الليله هنا؟ لم ياتي احد، هل تخلى الجميع عنك؟ انظر انظر ماذا يرى حولنا، هذا طعام يقدم لنقيب الاشراف. ارجو ان تكلمني، لا استطيع ان اتحمل الصمت في هذا المكان. ماذا اصابك؟ لم تنظر الي ولو مره واحده؟ تلفلفت على نفسك وانعقد لسانك. اتعدني مذنبه؟ وما ذنبي؟ الم اطلب اليه ان يعاقبوني بدلا منك؟ لو طوعتني يا ما نجحت هذه المكيده. كم مره توسلت اليك ان تسجلني على ذمتك ووعدت ثم مطلت على عادة الرجال. لو كنت على ذمتك لما جرى أحد على الاقتراب منا، واليوم شاع أمرنا. عبودتي حبيبي. لا تلفظيها مرة أخرى. كنت تحب أن أناغيك وأدللك، ليلائمك العبوس يا عبد الله؟ إنك تفقد جمالك وسحرك. أرجوك كلمني، قل أي شيء. ليس عدلا أن تتنكر لي، تقاسمنا الحر وها نحن نتقاسم المر. فكر فيها قليلا، إني وحيدة وحيدة. غدا يأتي أتباعك ويخلصونك، ولكن ماذا عني؟ هل تتركني لشماتة الناس وأذاهم؟ وماذا أفعل إذا أهدر مفتي دمي؟ لا ملجأ لي سواك، جعلتني انظر نفسي لك ولم يبقى لي سواك. ارجوك ان تسترني وتحميني. ستكون شهامة تكسف وجوه اعدائك، ستكون الرجل الذي يستحق ان تنظر المرأة نفسها لك. الم تقل لي انك لم تعرف لذة المرأة الا بعد ان عاشرتني؟ الم تكن اوقاتنا فوارة بالحب والنشوة؟ اتبعدني الان؟ لا يحب لك ان تعاملني وكاني نجاسه. اني احاول ان امسح عنك الحزن. اوقفي هذا الطنبور ولا تلمسيني. الان تقول لا تلمسيني؟ كم جريت وبذلت كي تنال لمسه مني، الان لا تلمسيني؟ يا خسه الرجال، لماذا لا تتعلمين ايتها المعتوهه؟ كم مره اتفقنا ان نثق بالرجال، كم مره تواصينا أنا نصدق وأدعم أكاذيبهم الدنيئة. منذ ساعات كان يذوب وجدا، والآن يتقصف من لمساتي وكلامي ووجودي معه. لماذا لم تصف عني؟ قل شيئا، اشتمني، اضربني. يا رب، ماذا جرى لك؟ لماذا تبدو منكسرا إلى هذا الحد؟ إني معك وما كنت لا أعنيه.